مواطن مصري عايش في الإمارات اسمه محمد الشوباري، وهو اللي نزل القصة دي على الفيسبوك. بيقول إنه صحي الصبح بيبص على عربيته لقاها مخبوطة، لقى الورق اللي تحت المسحات دي مكتوب عليها الآتي: اللي خبط العربية دي رجل شرطة. فاعتذر عن هذا الحادث، وراح رجل الشرطة ده عمل محضر في نفسه وساب صورة من المحضر أهو على العربية. هو فعلا ما بيحصلش غير في كوكب الإمارات. بخصوص موقف العريف مرتب القيادة العامة لشرطة دبي وتكريم اليوم، بالعكس هذا تكريم وتقدير لكل يعني منتسب لقوة شرطة دبي، وهاي يعني الأخلاقيات والولاء هو مزروع مش في مرتب القيادة العامة بس، بل في كل مواطن وكل مقيم في دولة الإمارات. ونحن ما نفذنا إلا توجيهات قيادتنا العليا، نحاول نبرز النماذج اللي هي تعكس الصورة الإيجابية لمجتمعاتنا. عندي شفت القيادة عام شرطة دبي من زمان الساعة 6 شلينا ودخلنا في الموقع النائمية، موقع مضيق، ودخلنا مؤخر الباص دق سيارة الدكتور موجود وما أعرفه، وأنا نزلت مع جماعة أفراد موجودين قال شو بس أنا سجلت رقم تليفون وحطه فوق السيارة وتلانا وصلنا للشفت القيادة. خبرت المسؤول عن رصيص الحادث، ردت الإدمان شوف سيارة موجودة نفس المكان، واتصلت الشرطة الإدمان قال أن سيارة حادث قبل دورجة، قال حاضر أعطاني موكب وانتظرت لي ربع ساعة جاي دورجة، قال سيارتي ما في شيء، قال بس أنا دعمت سيارة، بس سيارة واقف من الدكتور موقف وخدت الحادث. وأنا قلت كيف الرجال مش موجود؟ قال خلاص احنا بطل الرجال. طبعا انا لما نزلت هذا البوست كان كل ما اريده اني اشكر هذا الضابط المحترم اللي هو نابع من منظومه محترمه في بلد محترم، لكن اعتقد لان كتير قوي من الناس متعطشه قوي ان هي لهذا الاسلوب المحترم في الاسلوب الانساني في التعامل، كلهم انفعلوا مع هذا البوست وكان انفعال ايجابي وانتشر انتشار كبير جدا مش في دوله الامارات بس، لا في جميع الدول العربيه. وانا ما كنتش متوقع ان يعني هو اللي يستاهل التكريم، بس يكون ان كمان ان دوله الامارات تكرمني عشان خاطر انا شكرت، فده كان حاجه كريمه جدا منهم، وما الف شكر لشرطه دبي وشرطه الامارات كلها.